صباح الخير، ازيكم جميعا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا، وحشني اقعد واتكلم معاكم. بقالي كتير ما بفتحش الكاميرا ولا بقعد واتكلم، بس ان شاء الله باذن الله يبقى في مداومه الفتره الجايه على الفيديوهات والريفيوهات كتير لحاجات كتير جربتها في الفتره اللي فاتت. اول حاجه فيها جربتها وحابه ان انا ادخل في الموضوع على طول هو سيرم سي من ايفا، وخلينا نتكلم عن هذا السيرم العظيم يا جماعه، سيرم عظيم بمعنى الكلمة. اوكي، خلينا اقول لكم الاول ايه الحاجات اللي خلتني ان انا اشوف يعني او اجيبه اقرر اني اشتريه. اولا انا كانت ظهرت في بشرتي تصبغات كتير وفجأة، وكانت الحمد لله بفضل الله يعني كانت تصبغات خفيفة، والموضوع ده بيضايقني جدا. قررت اني ادور، وقتها ما كانتش الميزانيه تسمح قوي يعني اني اشتري سيرومات كتير، فلقيت سيروم ايفا وعليه كان عليه ريفيوهات من دكاتره ومن صيادله وبلوجرز، ويعني بصوا كان حرفيا ترند وقتها. المهم قررت اني اشتريه، وهقول لك ايه الحاجات اللي مبدئيا لاحظتها عليه. مبدئيا انت لما بتيجي بتشوفي هنا بتلاقي انه مكتوب عليه 15% فيتامين سي، وده طبعا نسبة مشجعة، يعني انت مجرد ما بتشوفي انه نسبة فيتامين سي موجودة كبيرة انت بتتشجعي، ولكن هي المهم مش نسبة فيتامين سي الكبيرة، هي المهم صيغة فيتامين سي الموجودة. فلما تيجي تدوري هنا هتلاقي ان صيغة فيتامين سي الموجودة هنا رقم 3 هنا هتلاقي مكتوب عليها ايه؟ اسكروبيك اسيد، والاسكروبيك اسيد هي افضل صيغة موجودة في صيغ فيتامين سي. فكونه يتواجد يعني في منتج مصري اقتصادي وسعره كويس و30 ملي، فدي حاجة كويسة جدا. نيجي للباكج بتاعته، الباكج بتاعته بتيجي زي ما انتم شايفين كده، الازازة عتمة جدا، ودي حاجة حلوة قوي قوي لانها بتمنع تأكسد المنتج. المنتج لما بيأكسد بعد حوالي 25 يوم من فتح الازازة بيبتدي يأكسد ولونه يغمق، وهنا فعاليته خلاص بتبتدي تقل، فانت حاولي تستخدميه في الوقت ده. المنتج ده دي رابع مرة استخدمه، يعني مش اول مش تاني، دي رابع مرة بستخدمه، تمام؟ ما عادش فيه متبقي الا كتير لانه اكسد، فانا ما بقتش استخدمه كتير قوي لانه اكسد نتيجة يعني توقفت عن استخدامه فترة، ودي كانت فترة وفاة والدي، يعني ما تنسوش تدعوا له بالرحمة. المهم لو انت جيتي بصيتي على الباكج دي ما فيش عليها اي حاجة غير انه بس مصنع في مصر، وانه 30 ملي. الابليكيتر بتاعته القطارة، بصوا انا عايزة اوريكي شكله بعد ما تأكسد. بصوا انت لو بصيتي هنا شايفين اصلا منظر الازازة من هنا من الاكسدة، لونه بصوا اللون بقى عامل ازاي. طبعا انت لما بتجيبيه اول مره ما بيبقاش باللون ده خالص، بيبقى اللون بتاعه فاتح. اوكي، طيب خليني اوريكم الطريقه اللي انا بستخدمها بيها. بصوا يا بنات، الطريقه اللي انا بستخدمها بيها هي الطريقه دي. بقوم راحه منقطه كده على ايدي خلاص قد ما انا عاوزه. اول ما هتيجي تحطوه، على فكره عايزه اقول لكم بس على حاجه قبل ما اقول لكم الطريقه، هتلاقوا ريحه كحول، ودي اسوأ حاجه فيه، لكن هو ما كانش ضر بشرتي بالنسبه لكون بشرتي جافه، فهو ما ضرش بشرتي وممتاز للبشره الدهنيه وكويس جدا مع البشره العاديه. البشره الجافه الحساسه تبعد عنه، البشره الجافه اللي هي اوكي كويسه هقول لك ازاي تتعاملي معاه. المهم انا بحطه وبعدين ببتدي اني اعمله كده بين ايدي الاثنين، وبعدين ازاي بقى بطبقه على بشرتي هقول لك. بصي بتضغطي كده على البشرة، اضغطي بس اضغطي. انا ما بحبش استخدم السيرامات مباشر من القطارة على الجلد، لا انا احب اعمل كده يعني اضغط كده كويس بحيث انه يدخل كويس جدا في بشرتي. وطبعا ممنوع قبلها تكوني عاملة شايفينج، ممنوع قبلها تكون جلدك ملتهب في حبوب، عاملة اي شايلة بالفتلة واكس او اي شيء، لا ممنوع انك تستخدمي فيتامين سي على كده، والا هيسبب لك التهابات كتير جدا وحبوب انت في غنى عنها، تمام؟ فده بالنسبه لفيتامين سي من ايفا. الحاجه الثانيه كمان بالنسبه لو انت بشرتك جافه تتصرفي ازاي. انا كنت بستخدمه الاول، واول ما احس ان بشرتي شدت وخلاص وهو تم انه يعني من على بشرتي خلاص، ببتدي اعمل ايه؟ بجيب بعده على طول سيرم الهيالورونيك اسيد بعده بحوالي ربع ساعه، وابتدي احط سيرم الهيالورونيك اسيد
لو انتوا عاوزين اعمل لكم عنه ريفيو اكتبوا لي تحت. وكمان في سيرم النياسيناميد، وده لما كان بحس ان بشرتي معرضة للحبوب او انه في بوادر حبوب هتطلع كمان قبل الايام الخاصة، كنت بستخدمه، كان بيقضي على الحبوب يا بنات بجد والله العظيم كان رائع رائع. المهم عشان ما دخلش الريفيوهات في بعض، لو عايزين عن النياسيناميد وعن الهيالورونيك اسيد، ف لا انا اسف مش الهيالورونيك اسيد، اللي هو الانتي ايجنت او الهيالورونيك اسيد، لا الهيالورونيك اسيد صح. اوكي اكتبوا لي تحت في الكومنتس وانا اكيد ان شاء الله باذن الله هعمله. بس بنات والله ده كان كل حاجه عن فيتامين سي، اتمنى ان الريفيو يكون بسيط عجبكم، في كل حاجه ممكن تحتاجوها. لو انتوا عاوزين اي حاجه تحتاجوها تسالوا عنها اكتبوا لي في الكومنت واكيد هرد عليكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريبا، مع السلامه.